بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله. تقبل الله صيامكم وقيامكم أحبتي الصائمين، ورحمة منه وبركاته. هذا اليوم هو اليوم 12 من شهر رمضان المبارك، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيه. سؤالنا لهذا اليوم: حكم الدخان أو الغبار في نهار شهر رمضان؟ طبعا تعلمون الدخان الذي يخرج إما من السيارة أو من السيجارة، يعني الجيجارة أيضا فيها دخان، أو بالنسبة للغبار، الغبار الذي يخرج من هذه الأتربة حين الإثارة يخرج غبار، فهنالك غبار وهنالك الدخان، حكمهما واحد. هل يؤثر على الصيام الغبار والدخان الجيجارة؟ هل يؤثر على الصائم أو لا يؤثر على الصائم؟ هذا هو السؤال. جوابنا لهذا السؤال، نسأل نقول: هل أن هذا الغبار وهذا الدخان هل هو غليظ أو هو خفيف؟ فتارة يكون الدخان والغبار خفيفا لا يؤثر، يعني يمكن التحرز منه، بالتالي هو نوعية مادة خفيفة والجو فيه شيء من الدخان والغبار ولكنه خفيف، هذا أبدا لا يؤثر على الصائم، أبدا لا يؤثر على الصائم لو كان خفيفا. أما بالنسبة للدخان الغليظ، الغبار الغليظ، وهذا يؤثر على الصائم فيما لو تعمد شمه، يتعمد استنشاقه، فإذا دخل إلى الجوف بالتالي يؤثر على صيامه، وهذا ما هو نعبر عنه بالدخان والغبار الغليظ. الغليظ الذي يمكن أن يدخل للجوف من حيث الكثافة مالته، طبعا معروف عرفا، معروف هذا غليظ وهذا خفيف، فالدخان والغبار الغليظ إذا دخل إلى الجوف بالتالي يؤثر على الصائم إن كان متعمدا. أما إذا تعسر التحرز منه، في بعض الأحيان يتعسر التحرز عنه بالتالي يدخل إلى الجوف من دون اختيار، هذا أبدا لا يؤثر على الصيام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.